وانا علاقتنا وزاره الشباب والرياضه واللجنه الوطنيه الاولمبيه علاقه متينه، قاعد نعمل بالتنسيق، نعمل بالاساس على ما يرجع بالنفع على الرياضه التونسيه بغض النظر على كل ما يتقال هنا وهناك. احنا يد في اليد نحب نرتقيوا بمستوى الرياضه بمستوى الروح الاولمبيه، وزياره السيد توماس باخ اكيد هي دليل على وجود العلاقه المتينه بين اللجنه الدوليه واللجنه الوطنيه الاولمبيه التونسيه ووزاره الشباب والرياضه. الاستقبال كان في اعلى مستوى، استقبلوا السيد رئيس الجمهوريه واستقبلوا السيد رئيس الحكومه، توا حاطين حجر الاساس لهنا. ان شاء الله المشروع هذا من اللي هو من سنه 2005 ما راش النور، ان شاء الله في القريب العاجل تنطلق اشغال مقر اللجنه والنزل التابع للرياضه الاولمبيه، الرياضه الاولمبيه والمتحف الاولمبي. هو مشروع طموح عنده سنوات بقى مجرد حبر على ورق، ان شاء الله بيوضع حجر الاساس اليوم تنطلق الاشغال ويكون عندنا مشروع في مستوى قيمه الرياضه التونسيه وابطالنا الاولمبيين.